السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم اقتراح وجبه غداء او عشاء اللي كتجي لذيذه وسهله في التحضير. فإلا بغيتوا تعرفوا معايا هاد المكونات ديالها وطريقه التحضير ديالها، فما عليكم الا تتابعوني الى الاخير. ولا كنتو جداد على القناه فما تنساوش تشتركوا معايا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد، وما تساونيش من لايك الا عجبكم الفيديو وتعليق من تعليقاتكم الجميله والرائعه. ونبداو على بركه الله. ناخذ واحد الكيلو ديال البطاطا من الحجم الصغير اللي تنغسلها وتنوضعها في طنجره ديال الضغط، وكنسلقها واحد 10 ديال الدقائق، كنسد عليها 10 ديال الدقائق في الماء والملح حتى كتسلق. ومن بعد ما كتسلق كنخليها تبرد شويه، وغادي نقوم بالتقشير ديالها، غنزول ليها القشر ديالها. فهنا عندنا من كيلو حتى كيلو ونص ديال البطاطا على حسب يعني افراد العائله. غادي نقشرها كامله، نزول ليها القشر ديالها ونرجع معكم. ثم هنا عندي كميه من السمك الفرخ، هذا الفرخ يعني هذه الطريقه هذه تقدروا ديروها لاي نوع من السمك عندكم ابتداء من السردين. فهنا وضعت الملح حسب الذوق، غادي نضيف واحد فص ديال الثومه اللي رققته، ثم القليل من القزبر المعدنوس مقطع، نصف ملعقه من الكمون، نصف ملعقه من الفلفله الحاره السودانيه، وملعقة صغيرة من التحميرة، ونصف ملعقة من سكنجبير. ثم كنضيف ملعقة من الخل الحامض أو الخل الخاص بالطعام ديال الحامض، وغادي نضيف ما يعادل واحد الملعقة كبيرة من زيت الزيتون. وغادي نلبس هاد السمك بهاد التوابل هادو، غنتبلوه مزيان. فأنا كنخدم باليدين ديالي، بطبيعة الحال اليدين نضاف ومغسولين، وفي كيف ما تيقولوا الولا يد الفلاح نقية أو يد الفلاح نظيفة. ثم غادي نخليهم، غادي نضيف لهم شويه ديال التحميره، غادي نضيف شويه ديال التحميره. هنا غنضيف واحد نص معلقه ديال التحميره، فالتحميره كتعطي واحد اللون زوين ذهبي للسمك ملي كيطيب. وكذلك هذه الوصفه هذه ممكن تطبقوها نفسها بالدجاج، بصدر ديال الدجاج، فكيبقى لكم الاختيار. انا هنا عندي السمك، خدمت بالسمك، صافي غادي نوضعهم نخليهم كيرتاحوا مع التوابل. هنا بعد ما قشرت البطاطا وضعتها في المول اللي كيدخل الفرن، كنضيف ليها كميه من الملح، فكنملحها يعني الملح على حسب الذوق. ثم غادي نضيف ليها واحد نصف ملعقه من الفلفله السودانيه او الفلفله الحاره، او يعني الفلفله الحمراء كتكون حاره. وغادي نضيف ما يعادل واحد الملعقه كبيره من زيت نباتيه، وغادي نلبس مزيان هذه البطاطا. فانا هنا الفرن شعلته على درجه حراره 240 من الفوق ومن التحت حتى كيسخن جيدا. انا كنلبسو مزيان البطاطا بالملحه والسودانيه والزيت. ممكن الى عندكم بودره الثوم تضيفوا لها ملعقه صغيره من بودره الثوم، كتعطيها مذاق رائع جدا. صافي هنا كنقادو هكا البطاطا باش كنخليو واحد المكان فين كنحطو السمك. هنا كنضيف ملعقه كبيره الى ملعقتين من السميده الرقيقه او السميده الخاصه بالحلويات، كنلبس فيها هاد السمك هذا. فهاد الطريقه هذه كتخلي لنا اي حاجه، اما السمك او الدجاج كيجي بحال الا مقلي، كيجي كروكون، كيجي زوين بزاف، وكيجي من الوسط رطب. هنا كنقلبوا القطع وغادي نضيف لهم شويه ديال السميده. صافي غادي نستمر حتى غادي نحط الكميه اللي عندي كامله ديال السمك. هنا بعد ما كملت يعني السمك ديالي حطيته في المول والبطاطا، فغادي ندخلهم الفرن على درجه حراره 240 20 دقيقه. في الوقت اللي السمك في الفرن او اللاطه ديالي دخلت الفرن او المول، هنا عندي تقريبا واحد 750 غرام دنجال اللي غسلته جيدا، وغادي نزول ليه كميه من القشر، ما غنزولهاش كامله، فحنا غرضنا به يبقى فيه شويه ديال القشور.
صافي غادي نكتفي بحال هكا، نكتفي بيه على هاد الشكل هذا. غنزول لي هاد الاسفل ديالو. هنا بعد ما قطعت الدنجال اللي عندي كامل قشرته وقطعته كنوضعه في طنجره. غادي نضيف ليه الملح الكافي باش غادي يطيب، ثم غادي نوضعه فوق النار في درجه حراره مهيله، وغادي نغطي عليه ونخليه. من بعد هنا خديت واحد جوج حبات من الطماطم اللي نقيتهم وزولت لهم الزريعه ديالهم، وكنضيفهم على الدنجال. ثم كنضيف واحد نص كاس من الماء، وغادي نغطي على هاد الدنجال وغادي نخليه في عافيه مهيله حتى كيطيب. كنحسو بيه صافي راه طاب يعني وترخى. هنا كيف ما كتشوفوا معايا الباذنجان ديالنا او الدنجال ديالنا صافي راه هو طاب مع الطماطم. في هاد المرحله هادي غادي نضيف التوابل وزيت الزيتون. فهنا كنضيف ملعقه صغيره من البابريكا او التحميره، تقريبا ما يعادل واحد نصف ملعقه الى ملعقه من الكمون على حسب الكميه، نصف ملعقه من الفلفله السودانيه، القليل من الفلفل الاسود، وغادي نضيف زيت الزيتون. وبطبيعه الحال الى عندكم قزبره يابسه كتضيفوا ملعقه صغيره، فالقزبر اليابس كيتواتى بزاف مع الدنجال. انا للاسف ما حاضرش معايا ما موجودش. وهنا كنضيف قزبر المعدنوس اللي قطعته رقيق، واحد ثلاثة ديال الفصوص من الثوم اللي قمت بالهرس ديالهم. وغادي نخلي الدنجال كيتشحر مع التوابل وزيت الزيتون والثومة حتى كنحصلوا على واحد الزعلوك اللي هو عاقد وناشف من الماء. فانا هنا ما فيش الماء كما كتشوفوا معايا راه نشف، كنضيف قليل من الزيت وغادي نخليه كيتشحر مزيان على عافيه مهيله. صافي هنا بعد ما تقريبا حضر معنا الزعلوك راه موجود، ضفت ليه شويه ديال الخل ديال طعام. انا هنا عندي الخل ديال الحامض، فممكن تعوضوه بواحد نص حامضه تعصروها كتعطي واحد المذاق زوين للزعلوك. صافي هنا غادي نخليه يتشحر شويه فوق النار وغادي نطفي عليه العافيه ونوضعه جانبا. هنا الصينيه ديالنا ديال البطاطا مع السمك بعد ما خرجناها من الفرن كتجي على هذا الشكل، كتجي محمره وكيجي الشكل ديالها رائع جدا، وكذلك المذاق كيجي خطير جدا. نتمنى انكم تجربوها وتنال اعجابكم كيف ما عجبتني. فكانت هذه هي الوصفه اليوم، وصفه اللي هي وجبه متكامله قدمتها هنا مع شويه ديال الدلاع ك يعني كديسير. فهذا هو الشكل ديال الوجبه ديالنا. نتمنى ان الفيديو ينال اعجابكم. طبيعه الحال الى عجبكم ما تنسونيش من لايك، ولا كنتو جداد على القناة ما تنساوش تشاركوا معايا في القناة، فعلوا الجرس باش توصلوا كل جديد، وإلى اللقاء.